منورنا يا كابتن. ربنا يخليك. نروح على البطوله بقى يا كابتن. نروح على البطوله زي ما انت عايز. قول اللي انت عايزه. نبتدي بقى من البدايه كده، ناخد يعني مجموعتنا مجموعات الاخرى، ايه اللي لفت نظر حضرتك؟ ايه الفرق ما بين البطوله دي والبطوله اللي كانت عندنا من الناحيه الفنيه؟ يعني عايزك بقى تستثمر كده في الدور اللي فات وبدايه البطوله. في فرق غيرت من جلدها، وفي فرق ماشيه كويس، وفي فرق برضه الاعمار السنيه بتاعتها كويسه. المجموعه بتاعتنا يعني انت لو بدانا من اسبانيا كلها تقريبا الفرقه بتاعتها صغيرين، اتغيروا، مفيش غير اتنين تلاته بس اللي كبار او لعبوا في البحر الابيض المتوسط كده. لما تيجي السويد نفس الحكايه، واخده بطوله اوروبا، فهي كانت غيرت من جلدها بقى لها 3 4 سنين، فالمفروض انها يعني جايه قادمه زي ما بيقول. الدنمارك هي اللي فيها شويه صغيرين وشويه كبار. طبعا املنا انه احنا نقدر نكسب الدنمارك، لان احنا لو كسبنا الدنمارك هنبعد عن سكه السويد، لان السويد هي المفروض هتبقى متصدره المجموعه بتاعتها. هيبقى في عندهم البرتغال والمجر وايسلند، هتلاعب واحده يعني ان شاء الله نلعب فرقه منهم توصل بقى دور الاربعه ان شاء الله. انت بالنسبه لمصر طبعا لعبت في المجموعه فيها كرواتيا، دي بطل عالم، بس برضو الاعمار بتاعت اللعيبه بتاعتهم كبرت. طب ايه التفوق اللي حصل في ماتش كرواتيا ده يا كابتن؟ تحليله لايه؟ هم ما كانوش متوقعين الحقيقه. انت خلي بالك، انت عندك يحيى خالد لما اتعور برضو، انت عندك ضرفه وقعت فيه طبعا، لكن عندك محسن رمضان ومهاب قدروا يملوا المكان بتاع يحيى خالد. فهم حتى هم كانوا مركزين على يحيى الدرع وعلي زين والحته اللي هي الشمال الباك ليفت والسنتر هاف والوينج ليفت. وبعدين عندك انت دودو تقدم بيلعب سنين في فرنسا، فبدا مستواه يبقى عالي، فبدات الحته دي بتحط جوان، فهم كانوا مركزين. لو انت تاخد بالك في الماتش بتاع كرواتيا مرتين ثلاثه محسن ومهاب داخلين لوحديهم هم والجون، فعلا دودو بيديهم كوره، علي زين بيديهم كوره، يحيى بيديهم بيقطعوا بيبقى هو الجون لان هم تركيز الدفاع كله كان ناحيه. لكن برضو الحمد لله ان هم عملوا كده، اللي احنا عدينا، لان كان في سند برضو كان باد لك شويه. اول بينالتي في البطوله يعني عارف ايه، ضيعه. انا قلت خرب عليك يا سلام، بس الحمد لله مشي بعد كده بقى كويس. يعني شايف انه منتخب يعني كرواتيا ما قراش المنتخب المصري مظبوط، بس احنا ذكرناهم، مع ان الراجل مدرب بتاع النادي الاهلي اللي هو مدرب حراس المرمى ده كان في المنتخب بتاعنا. يعني انا كنت قلت حتى لايمن صلاح، قلت له ايمن خلي بالك الواد ده ممكن يكون قال لهم الزوايا بتاعتنا والاجوان بتاعتنا بتقف ازاي وحاجات لا ثانيه واحده، احنا كرواتيا معاها مدرب حراس مرمى. لا كان مدرب حراس المرمى بتاعنا بتاع منتخب مصر. ايوه اللي راح النادي الاهلي دلوقتي، هو في النادي الاهلي مع ديفيز. تمام، ده كرواتي. فانا كنت خايف يكون ايه بيسرب. فانت يعني هو ممكن يكون يعني وضع طبيعي بلده، فاهم ازاي؟ لا بس طبيعي. الحمد لله هو ما سربش حاجه. لا ما سربش حاجه. الحمد لله هم بس حتى لو سرب يا كابتن، ما هو انت برضه في الملعب ادائك حتى ما انت بتبقى عارف اللعيب. هم اختاروا علي زين لان علي زين عداك بالماتش، مع ان محسن وكريم كاتونجا اللي هو كريم الجون كانوا احسن. صحيح، لكن هو اللي عدى بيك في اول ربع ساعه. صح. 4 تجوان، بعدين نزل دودو جونين. انت فسرت لي كده حاجه مهمه جدا كابتن، محسن جاب 7 تجوان. 7 تجوان من 7 تصويبات. حلو. ومهاب حط 4 تجوان من 3، يعني نسب برسنتج ومشيتها كده او كده، يبقى ده ياخد. احنا انت فسرت لي ليه بقى اللجنه خدت هي مش بقتش لجنه، كنا زمان بيجي يسالك وانت قاعد كده مين اللي احسن لاعب، فانا بحب هيثم واقول هيثم، فاهم ازاي؟ دلوقتي لا، كله ستاتيكس بتاعت الـ بتاعت الارقام يعني الإحصائيات. بيحزموا الاحصائيات، وكل هاف تايم بيديك احصائيات على الترابيزه بتاعتك. يعني